نصوح يا نصوح. نعم جدو. تعال عندي شوي عاوزك. حاضر. جيب لي معك كاسة مي باردة الله يرضى عليك. على عيني جدو. نصوح تعال شو بده جدك؟ بده كاسة مي باردة. ايه القريضة ان شاء الله؟ منين نجيب له مي باردة هلا؟ اعطيني هالكاسة اللي عطيني. ايدك ولا هي لي. انت بتسكبي غيرها، حرام جدو عطشان. طبعا بده يعطش، لأنه ما شاء الله لسانه ما بيفوت لحلقه وهو عم ببربر ويوتوت بإذنك. ماشي الحال ماما، أنا رح أجيب له مي باردة من المطبخ. هاي آخر تلجي عنا، فوت عبي له من المطبخ نحن فيه خلصني، فوت يلا. ما شاء الله حاكم بس بده واحد يخدم عليه. جدو دائما بيقول لي مية الحنفية سخنة مثل خراس ولا؟ خراس تضرب انت وهالملافظ، أصلا هذا اللي عم تاخده من جدك، الكلام الكبير والزعرانة. ماما جدو معلش إذا حكى كلام كبير، لأنه هو كبير، أما أنا ما رح أتعلم منه. هلا روح من وشي، روح خلصني، خليني أشرب قهوتي على رواق. تضرب بيقول لك جدك. شايفة شلون كلام كبير أنت كمان؟ وعم ترد جواب وشي ولا فصعون؟ استنى لقلك. استنى عم بقول لك. شو بقول لك مشكلتي؟ شوفوا لا قسما بالله اذا بتحكي كلمه مره تانية والله بحبسك باوضه الحطب وبدهنلك ادانيك هدول بالدبس وبخلي فيراني ارمطوهم. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمان بس اتركي لي ايدي من ايدك رح تقطعي لي اياها. وبدي اقطع لسانك كمان اذا بسمع منك كلمه وحده. سمعت ولا سمعت؟ بوس التوبه يلا بوس التوبه بسرعه يلا. والله ما بقى عيدة بس اتركي لي ايدي من ايدك رح تنشرم. وخليها تنشرم شو يعني؟ تضرب انت وهالجوابات اللي مدري منين طالع لي فيها باخر هالزمن، بعدين قيم هالبسكليته من خلقتي، تضرب انت واللي حطك صانع بسكليتاتي. حاضر هلا بقيمه. شو صار بالمي البارده يا نصوح؟ ماما اذا ما عندنا تلج اعطيني فرنجي مشان اجيب شويه بوز من الحاره. عم اقول لك روح من خلقتي احسن لك. ها روح من خلقتي. اصلا ما معي مصاري. خلص شو هالشغله دبر حالي. ولك شو صار بالمي البارده يا نصوح؟ يعني هلأ ما عاد تنبلع معك المي إلا إذا كان فيها بوز؟ مو كل عمرك بتشربها من الحنفية؟ شو بدا ما عدا؟ بسيطة يا فريحة بسيطة. إذا ما في بوز مو مشكلة، أنا ظنيت في عنا بوز. لا اطمن، كان عنا بوز وهلأ ما عاد عنا، لأنه أجوا رفقاتي لعندي وضيفتهم، عملت لهم توت شامي وخلصوا كل البوزات. توت شامي؟ كنت تذكريني بكاسة؟ التوت الشامي بيرطب لي قلبي. مو على اساس معك داء السكري. طيب طيب مثل ما بدك. تفضل جدو. يسلم ودياتك حبيبي. منين جبت البوزه ولا؟ كنت مخبي شايفه لجدو بكيس الخيش. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا خليل. شو نصوح؟ عم تعزبه لجدك؟ اعوذ بالله، انا لولا نصوح كنت جنيت بالبيت. الله يخلينا اياك يا ابي. جبت لك معي شوية على السوس بيطيروا العقل. يسلم وديات. قوم نصوح جيب له كاسة لجبتك قوام. على عيني. هلا بتولد بابا. مرحبا فريحة. الحمد لله على السلامة، منيح اللي شفتني. ما فهمت عليكي، شو هالحكي؟ ولا شي ولا شي، بس يعني رأسا رحت لعند أبوك ولا كأني موجودة. يا فريحة هذا أبي رجال كبير، يعني لازم قبل كل شي اهتم فيه بصحته، بعدين هذا بركتنا لازم اكسب رضاه. اه لا تواخذني. ايه بركتنا. خير فريحة؟ في شي؟ حدا زعجك؟ وليش جايب عرقسوس؟ بتعرفني ما بحب العرقسوس. هذا مو إلك، العرقسوس جايبه لأبي. ها لأبوك؟ ويا ترى جبت لي ملاقة الشعر اللي صلي يومين موصيتك عليهم ولا نسيت؟ بصراحة نسيت، بس ولا يهمك هلا بقوم جبلك ياهم. لا حبيبي لا تروح ولا تجي، خليك مرتاح، خلص دبرت حالي. يا فريحة يا حبيبتي لا تأخذيني، شو بدي اتذكر الواحد اللي يتذكر براسي 100 شغلة. ايه بس العرقسوس ما نسيته. يا حبيبتي بياع العرقسوس نادالي وتذكر انه الوالد بيحب العرقسوس، بعدين شو صار يعني خربت الدنيا؟ فظيع شلون صاير طبعك. شوف نصوح كلمة ورد غطاها، يا انا يا ابوك بهالبيت. اوهو رجعنا لنفس الاسطوانة؟ مثل ما عم قلك انا ماني مستعد اعيش معهم هلا ورايح ولا لحظه. طيب قليلي فهميني شو سوالك. شو سوالي؟ ابي كفي انه عم ينزع تربايه الولد. هلا ابي عم ينزع تربايه الولد كيف بقى؟ الله وكيلك كل الوقت قاعد عم بيعلموا علي.
هلا ابي هالرجال التمانيني رح يحطنا صح يعلموا عليكي، احكي حكي يتصدق. يعني انا عم بكذب؟ لك ما قصت عم تكذبي، بس شو مصلحه ابي يعلم صح عليكي؟ اي شو بعرفني انا، روح اسال ابوك. ماشي، قولي لي شو عمل؟ اول شيء عم بيعلموا الالفاظ البشعه، ايه، وبعدين عم بيعلموا يخبي البوز عن اهل البيت. لا وشو بده اياه يكسر مكمورته مشان ياخذ مصرياته؟ قليله هي، بعدين كل الوقت عامل اياه مثل السعدان، بخليه ينط وبخليه يقلد فلان ويقلد فلان، إيه ما بصير كل الوقت على ضحك وصحصنه وقلت حياه، الله وكيلك الولد ما عاد رد علي. يا فريحه مشان الله ما تاخذي معاني تصرفات ابي، ابي عم يتسلم على الولد والولد بحبه. هلا لا تدافع عن عمايل ابوك، والله شيء حلو، ما ضل غير يصير هو الامر الناهي بالبيت وانا مثل رجل الكرسي. يا ستي انت الاصل، بس ابي رجال كبير ولازم يتدلل، والرجال بس يكبر بيرجع مثل ولد صغير. بالله شو؟ يعني مو ناقص غير اعمل له ببرونه ورضعه بالملاطه، شو رايك؟ هلا ليشك عم تحكي؟ لشو هالمسخره؟ لا تنسي انه اللي عم تحكي عليه هذا ابي. وانت ما تنسى كمان انك قاعد قدام مرتك. يا ستي والسبعة انعام، شو انا قاعد مع الملكه اليزابيث؟ شوف خليل، لا تكبر بالكلام احسن لك، ها؟ انت مانك قد هالشيء اللي عم تساوي، انا هي عم فهمك. طيب طيب بعدين بنحكي، بعدين روقي هلا، واعملي لنا فنجان قهوه. انا شربت قهوه. طيب الي اعملي لي فنجان قهوه. شو وجه على بالك هلا بدك تشرب قهوه؟ قوم اشرب على رقصوص مع ابوك، قوم برد دمك، يلا خلاص. لا اله الا الله. اهلين بابا. اهلين بابا، الله يخلينا اياك يا رب. كانه فريحه مزعوجه، ما هيك؟ ما في شيء بابا، بدها ملاقط شعر ونسيت جيب لها اياهم، لانه كان عندها حفل استقبال للنسوان وتلبكت شوي. المهم عم بقول له نصوح، ليش ما عرفت تصلح البسكليت؟ قال لسه ما تعلم من معلمه. بقى انت بدك تخليه عند بسكليتاتي ولا الدهان ولا البلاط؟ لانه كتر التغيير ما رح يفيده، يعني ما بصير يقعد جمعه هون وجمعتين هنيك، والا بهالحاله بيطلع كتير الكارات قليل البارات. انا شايف انه نصوح حابب شغله البسكليتات، ولا انت شو رايك نصوح؟ مزبوط بابا، بدي ضل عند البسكليتات حتى اتعلم. خليل خليل، يلا يلا جاي. تعال شوف بقى، خلصني صار لي ساعه منادي لك بح صوتي. قوم يا ابني قوم، قوم وروح شوف شو بدها. خير امر. خير يا طير. شوف خليل، اذا بدك تطققني دقيق او جاي على بالك تصرفني من الوجود بتخلي ابوك يعيش بيناتنا، واذا بدك انا بس بدي افهم بشو زعجك ابي. اخي ابوك ملاك ونازل من السماء، عجبك الكلام؟ بس انا ما قدرانه اتحمله بقى، ما عاد قادر اتحمله، والله شيء حلو كل هالدلاله هالختيار، وانا الصبيه اللي مثل فلقه القمر قاعده هون وملحوشه على جنب مثل افه الهم. طيب ليش ما بتيجي بتعدي معنا وبتستفيدي من علمه ومن خبرته؟ ابي يا فريحه انسان مانو عادي، ابي حافظ القران وخابس الدنيا وعاجنها، وكل الناس بيتمنوا يقعدوا معه، انت ليش مو طايقتيه؟ ما عم بفهم. والمثل بيقول لك اللي ماله كبير ماله تدبير، ماله تدبير. لا اله سيدي اله. بعدين يعني فريد ابوك ما كان عايش معنا، شو كنا مساوي بحالنا؟ هلا بالمختصر مفيد شو بدك يعني؟ العمى على هالقصه، ابي مالي غيره وهو ماله غيري، شو بعمل يعني؟ قولي لي شو بساوي؟ قسما بالله كل الناس بيحسدوني على انه ابي، ومن تحت ايدي متخرج كذا شيخ وكذا استاذ، شو بعمل فيه يعني؟ بزته بالشارع؟ ما بعرف، عم اقول لك ما بعرف، يا بتلاقي لك حل معه يا حل معي انا، وانت حر. هلا انت ليش عم تعادي الامور؟ مثل ما عم اقول لك خليل، وذنبك على جنبك ها؟ ايه طيب يعني شو بدي ساوي فيه لابي؟ بزته بالشارع؟ مين قال لك زته بالشارع؟ لكن شو بدي ساوي فيه؟ خذه على المأوى. شو؟ لوين اخده؟ لوين؟ على المأوى. وين يعني؟ بدك ياني اخذ ابي هالانسان الطيب اللي كبرني وعلمني واللي كل الناس تحلف براسه وارميه بالمأوى؟ ايه وشبك حبيبي، شبك انه هامد كل هالقد؟ يعني صحيح كلمة مأوى العجزة بشعة، ايه بس مو كل هالقد يعني، شحة جارتنا ام غياث، حاطة ابوها هنيك، ايه وليكو مبسوط اخر بسط وعلى 24 قيرة، عالطالعة والنازة بتشق عليه وبتاخذ له اكل واللي بده اياه، بالعكس حبيبي، هنيك علمه قال لي، في ناس بيقدر بياخذ ويعطي معهم، في ناس بيفهموه وبيفهمون، مو مثل هون يا حسرة، لسه كل ما قام ايده عن رجله بيقول لي، بزمان السلطان فلان صار كذا، وبزمان السلطان علتان صار كذا، ايه وانا ما عم بفهم عليه شيء يا حسرتي، صغيرة وما بفهم عليه. هلا هذا اللي طلع معك؟ ايه طبعا، لانه حبيبي انا ما عم اقول لك ارميه بالشارع او حطه بالجامع، لا بالعكس، ممكن يدعي لك كومة دعوات على هالاستفادة الحلوة.
ماشي الحال، بعدين نحكي. ليش بعدين يا خليل؟ بالعكس، روح خذ رأيه هلا. ايه، وانا من جهتي رح ابعث له اكل وشرب وعرق سوس، ببعث له عرق سوس اللي بحبه. ايوه، وبالعكس انا رح دلله هو وهنيك اكثر من دلالي له هو وهون. بقى شو قلت؟ خلص هلا خلص، خليني افكر. خليل، المسألة ما بدها تفكير، ما بدها تفكير منو. بعدين صدقني يا خليل، هنيك رح ينتعش ويتروحن وياخذ راحته على 24 ايراد، صدقني مثل ما عم اقول لك. بعدين حبيبي، انت اذا خايف من الغضب والرضا، ابوك لا يمكن يغضب عليك، قلبه طيب وما احلى، بالعكس ممكن يدعي لك على هالسكنه الحلوه. طيب لنفرض انه اجيت معك واخذته على المأوى، الناس شو بدهم؟ شو بدك بالناس يا خليل؟ اللي بيدير اذنه للناس بيتعب. بعدين مو بالحساب انت جريء وما بترد على حدا وما بتعمل الا اللي ببالك، شو بنا؟ قال في قديم الزمان كان في رجال غني وعنده 3 اولاد، وبيوم من الايام جمع هالولاد 3 وقال لهم رح اعطي كل واحد منكم كيس ذهب، وين ما بده يسافر يسافر، بس بدي لما يرجع يجيب لي معه أحسن شي بفيد الإنسان. ومرت الأيام ومضوا 3 سنين ورجعوا هالولاد لعند أبوهن. إجا الابن الأول لعند أبوه، قال له أبوه هات لشوف شو جبت لي معك. قال له جبت لك عنب وهذا أحسن شي بفيد الإنسان. قال له أبوه يعطيك العافية. التفت على ابنه الثاني قال له انت شو جبت لي؟ قال له انا جبت لك جوز هند وهذا احسن شيء بفيد الانسان. قال له احسنت يا ابني احسنت. التفت على ابن الصغير الثالث قال له شو يا ابني؟ شايفك جاي وايديك فاضيه، شو ما جبت شيء معك؟ قال له لابوه بالعكس يا ابي انا جبت معي شيء. قال له شو هو؟ قال له العلم. قال له يا بابا أنا المصاري اللي أخذتهم صرفتهم على العلم، تعلمت وإجيت. شو قال له أبوه؟ قال له بارك الله فيك وأحسنت على ما فعلت، لأنه فعلا العلم أحسن شيء بفيد الإنسان. قام هالأب أعطاه لهالولد نص ثروته ورضي عليه. بقى شو رأيك؟ حلوة جدا. أنا ما عدي أشتغل صانع بسكليتاتي، بدي بابا يعلمني، بس إن شاء الله ما مطلّه. قوم بابا قوم، روح العب، بدي أحكي مع جدك كلمتين. حاضر. بابا الله يخلينا إياك، أنا الحقيقة ما بعرف كيف بدي أبدأ معك، بس أنا جاهز يا ابني، جاهز من اللحظة. بالعكس يمكن أرتاح هنيك أكثر من هون بألف مرة. يعني أنت عرفت أنه الله يرضى عليك يا ابني ويوفقك. ما في حاجة للشرح، أنا فهمان عليك تمام. أنا من زمان عرفان أنه هاللحظة جاي. أنا كل اللي بيهمني راحتك. أنا بأمرك يا ابني. ليكو أبو. شكرا. مرحبا بابا. أهلين 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 أهلين. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. مرحبا جدك. أهلين حبيبي. أهلين أهلين. كيف صحتك بابا؟ الحمد لله، من رضي عاش. إن شاء الله مرتاح بالسكنة الجديدة. إيه الحمد لله، يعني ما بقي بالكرم غير الحطب. بس الحقيقة أنا عم بشتاق لنصوح. وأنا عم بشتاق لك جدو. أنت بدك ترجع لعنا على البيت؟ عن قريب إن شاء الله، عن قريب. هات بوسي حبيبي. اشتقت لحكاياتك. أبوك بيعرف حكايات أكثر مني وأحلى من حكاياتي. بابا جبت لك معي بشكير وشحاطة وصابونة وشوية موالح. بابا الله يرضى عليك، لما بتجي لعندي المرة الجاية إذا بتجيب لي معك جلد خروف عتيق مشان حطه تحت رجلي بكون ممنونك، لأنه الرطوبة والبرد هلكولي رجلي. تكرم عينك بابا، غالي والطلب رخيص. تشربوا شاي؟ تشرب شاي جدو؟
أنا ما بدي شاي، بدي تحكي لي حكاية. تكرم عينك، هلا بحكي لك يا حبيبي. يا نصوح، نصوح، نصوح. نعم بابا. وين أمك؟ ماما لساتها عم بيت جده. طيب بابا، نزل جد الخروف من على السقيفة مثل ما قال جدة؟ ايه نزلته. طيب الله يرضى عليك، جيبه قوام. تفضل بابا. لك شو هاد؟ ليش هيك عامل يا نصوح؟ ليش قص الجلد قطعتين؟ بابا هاي القطعة لجده، والقطعة الثانية رح خبي لك اياها الك. مين قال لك يا بابا انه انا بدي قطعها؟ بابا انا ما رح اعطيك اياها هلا، رح استناك حتى تصير ختيار مثل جدي ووقتها بعطيك اياها. حديث